وتأتي هذه الحملة التي ستستمد على مدى 9 أيام متواصلة استجابة لطلبات الواردة إلينا من مختلف سكان أحياء العاصمة، واستباقا لحلول فصل الخريف مما يصاحبه عادة من انتشار الحشرات الضارة. ندعو كافة ساكنة العاصمة للقيام بحملة موازية لتنظيف وتطهير منازلهم، لأن تدخل الفرق يقتصر على البضاءات المفتوحة كالشوارع والساحات والأماكن العمومية. كما نطمئن ساكنة نواكشوط كذلك أن المواد المستخدمة في هذه العملية لا تشكل خطراً على صحتهم ولا على البيئة، فهي مواد نفسها المستخدمة دولياً.